على بركه الله متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناه الف تحيه لكم من هذا المنبر، منبر قناه شوف تي في. قصص اسكاف في متابعي قناه شوف تي في اللي يومين قبل رمضان متابعي القناه تحرق ليه المحل ديالو اللي هو عباره على براكه متابعي قناه شوف تي في، كان كيستزق منها الله. تداعيات كورونا، الازمه متابعي قناه شوف تي في، كريدي اللي هز وكذا، الحوايج ديال الناس اللي تحرقوا تابعوه ليها. متبعي القناة غادي ندخلوا عند هذا السيد ونسمعوا القصة الغريبة ديالو. عمي ها انتم متبعي القناة، تفضل. جميل، ها انتم متبعي القناة. ماس كهربائي دار هذه الروينة كاملة متبعي القناة شوف تي في. ماس كهربائي حرق هذا المحل بالترخيص ديالو اللي كيدير منه هذا السيد كإسكافي ومعروف بإقليم تازة. طفي الموسيقى، شي موسيقى جاهزه طفيها ميلاكس. كنعتذروا على الموسيقى متابعي القناه، هذا الماس هرس ليه كل شيء متابعي القناه. فشكرا ملك المداني على التواجد ديالك معنا في هذا البث المباشر. عمي عاود لي على القصه كامله كي وقع. السلام عليكم، هذه انا كندير اسكافي طرب، وهذا المحل هو فين كنتمعش، وعندي اربعه الاولاد، وقدر الله هذا الشيء بهذا الكهرباء وما عارفش منين كيفاش وقع هادشي. مع نهار الاثنين مع السبعة ونص، يعني نهار يومين قبل رمضان. اي قبل رمضان. كنت انت هنا؟ لا كنت يلاه ديك الساعة ديك الاخر مشيت يلاه بشي شوية ووقعت الواقعة. واش ماس كهربائي ولا شي واحد شعل عليه؟ لا لا ماس كهربائي الضو ديال ما كاين حتى شي واحد اللي حداني ولا سمعني. كانت هنايا في الكولا قبل كلشي، كانت الكولا والمسائل ديال الناس هنا كلشي، وكان شي صوانط هنا عاود الفوق بهذا القطع هذا ديال الناس ولا سمعتي، والحوايج ديال الناس كلشي مشالو. هادشي منين كتسمعش الله يجزيكم بخير، اللي كان شي محسنين ولا سمعتو يعاونونا، وهادشي اللي عطى الله والله يجزيكم بخير. يعني يعني كانت سلعه ديال عباد الله، كانت سلعه صبابات شوانط، سلعه صبابات وشوانط، اي حاجه كانت هنا كاع، والكولا المسائل باش كنخدم. دابا انت القوت اليومي ديالك هو هذا المحل؟ هذا هو القوت اليومي، هذاك الشيء فين كنصور هذا الشيء. دابا وليت بحال اللي حاس عندك كريدي بهذا النظام. وعندي كريدي، عندي كريدي ما لقيتش حتى باش نخلصوا، حتى باش ندي حتى يطرو الحليب لولادي للدار. كريدي ديال البنكه ولا؟ لا ديال القروض الصغرى. القروض الصغرى. القروض الصغرى. وزيروا لي فيه وما عندي لا باش نخلصوا لا والغرب الله. ملي قلت لهم ودي هما قاعما قال لك خلص وديك الساعه دبر راسك. ود كريدي ما فيهش تعويض الحرائق ولا صغير؟ لا ما فهمتش انا، لا ما عرفتش واش كاين شي تعويض ولا ما كاينش ولا. دابا كي داير عايش عمي مع الحال؟ انا عايش كما قال هذاك مأزم، مأزم وما عرفت ما ندير، الولاد من جهه والوقت من جهه، اربعه الولاد ما هم رمضان المحل تحرك والكريدي فمتابعي قناه شوف تي في، الا تعرفوا الاسكافي خذي لي هذا البلان جميله، الا كتعرفوا الاسكافي اللي حدا بالياسمين متابعي قناه شوف تي في، اقدم اسكافي باقليم تازا اللي حدا بالياسمين مده ومده ومده ومده. وهنايا الجميل في الامر، انسان عمرك تسمع عيبه، انسان انا عمرني ما شفت لا امن حداه ولا داير شي مشكل ولا، لكن كيجي يسترزق لهنا الله، خدام على راسو مقابل المسائل ديالو، لكن ان شاء الله ما فعل تحرقت ليه المحل ديالو متبعي قناه شوف تي في. والنهار الحريقه كان عندنا خبر، لكن ذاك الخبر كان اليم وحنا ما كنصوروش الحريقه في قناه شوف تي في. نتمنوا انكم تعاونوه. عاود لي دابا كي راك عايش، كي راك عايش مع رمضان، عايش مأزم والغالب الله، واللي دار شي حاجه كيديرها لله، واللي صدق شي حاجه لله، وكل شيء اللي عاون كيعاون لله، ماشي الانسان راه الدنيا والزمان هذا، ماشي يقول شي واحد هادي ولا كي راك في 4 ايام رمضان على الضربات كما قال هذاك الغرب الله، ما نقدرش باش نعبر على راسي بواحد الحاجه والشيء ديال المجتمع اللي ما عندي، اللي ترجع ترجع الله، ونطلبوا المؤمنين والمحسنين، ماشي نطلبوا المحسنين يعاونونا على هذا الشيء، الله يجازيكم بخير. كاين شي ناس اللي قالوا لي زيروك على السلعه ديال المصحف؟ زيروني ماشي غير زيروها، هي واحد المره قبيله جات قالت الحوايج ديالي وكل واحد ماشي غير، قلت له انت دابا رمضان وخليني حتى نشوف اش منين ندير وهادي وهادي، وكاين اللي سميتو منين كيزيرك ما بقاش كيعرفنا ما وقع لك ولا ما وقع لك ولا ها هو يمكن صايبتها اللعيبه، صايبتها واه ديها ديها ولدي بصحة. فمتابعي قناة شوف تي في الغريب في الامر، رمضان العواشر انسان تحرق ليه المحل ديالو اللي كيقصد منه، والغريب في الامر كتلقى ناس بهاد العواشر كيجيو كيقول لك خلص لنا اما الشنطه اما الصباط اما ما عرفت شنو، قلنا كي راك عايش يا عمي وما تكذبش عليك. عايش مأزم ما نكذبش عليك، حابس حابس الغالب الله، انا تكتب ولا ضو ولا خدمه لا يديك لا يخليك،
السلعه كلشي مشات وغلب الله واش غادي ندير. السلعه طلع عن الحاجه اللي القدر الله ما نقدرش باش غادي نسميس وربي كيعوض كلشي ونتمناو المسلمين والمؤمنين ولا صدق شي حاجه كيسال. لا تستاهل المساعده تستاهل. لا تستاهل شي لعبه الغالب ولا ما جاك هادشي على خفله ما عندك ما دير. ما عندنا ما نديرو. دابا انت كتصوب غير مور هنايا يمكن. اييه تما عاود كنخرج في الصيف تما كنتحدك في النخله تما عاود كيكون عليا كتوصل 45 الحراره هنايا 45 وكنتقاتل واش غادي ديرو. لا ترب الخبز والوليدات وهادي باش ما يبقاش بنادم واللي جا كنساعفو ونساعدو ماشي راه الناس راه راه الانسان ما يقولش الطرفه راه سهله ولا شي حاجه والانسان في عمره 60 سنه راه كيساعد الناس ماشي كيسميتو الخدمه ديال من الخطا من الخطا كيجيب لك صباط شرب له قدركم والانسان هادي ماشي والكره بنادم راه خدام بواحد الحاجه ديال الخطر ريحه الصبابط وهادي حنا كل واحد ما كان سميتو ولكن طرف الخبز هو هذا الحمد لله وبعمري 60 سنه والحمد لله والشكر لله ماشي بنادم لا السمعه ديالك طيبه ما كنسمعوش والحمد لله اللي جا كنساعدو واللي جا هذيك انا سميتو وكل واحد الحمد لله كان كنسيبطو على خاطره ماشي ماشي هذه المهنه ديالو ونحترف بها الناس وماشي زعما الانسان يجيب لي شي واحد شي حاجه وكنحاول ما تلفلوش الحاجه ديالو ولا ت عمرو وقع شي مشكل مع شي واحد ولا ايوا كتوقع كيبقى داك غير داك الحاجه زاد الخدمه كتوقع وبنادم كيقول الحل كيقول لك انت غير طراف انت غير هذه ولكن لا بنادم خاصو كل واحد احتراماتي في المهنه ديالو ماشي كل واحد الاحترام خاصو الاحترام والاحترام خاصو يكون الاحترام كل واحد في المهنه ديالو ماشي نحقرو هذا ولا هذا راه كل واحد محتاج له واش انت كل واحد محتاج له والله يرحم والدي وجزاكم بخير ما يكون خير ان شاء الله. فاصدقاء شوف سيدي كما كتسمعوا المحسنين اقولها داخل المغرب وخارج المغرب انسان يستحق المساعده. الكريدي هز كريدي من عند القروض الصغرى تحرق ليه المحل اربعه الاولاد المدام عاود ليا يمكن عاد توفى الاب ديالك عاود ليا كي دير وصلت لي عنده ما لقيتش حتى باش نهول والله ما فين الرشيديه الكتب الله الرشيديه واه واه قداش مازال عندي ما يكون اخر ان شاء الله عمي. ما غادي يكون اخر ان شاء الله ما غادي يكون اخر ان شاء الله. انت انسان طيب وكل شيء كيعرف انت زين انسان خدام على راسو ولا اخر هذا الثاني ما يلقاش حتى باش يمشي حيت كان ولا سميتو من هنا للرشيديه ماشي سهله والله ما سهله بالله انسان راه الله يحسن العوال الجامع ماشي غير ليا ولا الاخر كل واحد عنده الظروف ديالو ما نقولش غير انا ولا هذا ولا هذاك راه كل واحد عنده الظروف ديالو ولكن الله يحسن العوال حنا خصنا شي وسيله شي ماشي زعما الانسان يقول اودي راه هذاك راه هذا ولا هذاك راه كل واحد عنده ولكن الله يحسن العوال الجميع. الفلوس منين باش تشري الرشيديه منين جبتيها؟ اودي كما قال هذاك المره كانت مخبعه واحد سكينه وقعت لك باش تمشي فمتبع قناه شوف تي في الاب ديالو توفى هذه 15 يوم هذا الشريف هذا في الرشيديه متبع القناه ما لقى حتى باش يمشي يحضر له حتى العزو متبع القناه شفتي واحد البركه كانت عند مولا صدار اللي بركه قليله عطاتو باش مشى في الترونسبور يمكن بقيتي حتى باش تجي عمي غادي يكون خير ان شاء الله ما تبكيش عمي راه ما غادي يكون خير ان شاء الله اخي كنتكعلو نطلبو ربي والمحسنين وسميتو ماشي هادشي كنديرو انا من خاطري ولا هذا راه اكثر من الحمد وصافي راه ما غادي الحمد لله والشكر لله كاين المحسنين اللهم لك الحمد ماشي كان سميتو ولا الانسان كيتفخم ولا هادي ولا هادي الحمد لله والشكر لله مشينا عند بزاف د الحالات عمي مشينا عند بزاف وسمعنا بزاف وفاش كنعاودو نتصلو بهم كنلقاو ناس عاونوهم راه مازال الخير لله المؤمنين كاينين المحسنين كاين ما نقولوش ما كاين مازال الخير في الدنيا انسان راه المحسنين كاينين واللي دار شي حاجه كيديرها لله ما كيديرهاش باش يقول لك اودي راني عاونت هذاك ولا كيخزنها عند ربي سبحانه الله هو باش فهمتي ولا لا؟ حنا الا كان عندنا حتى حنا نديروا الخير نديروا الخير لهذا ولهذا وكل واحد على حسب الاستطاعه واش فهمتي ولا لا؟ الدار سميتو الامن الوطني والوقايه كانوا جاوا في الوقت المناسب لا جاوا في الوقت المناسب ماشي زعما الله يجازيهم يعني الحمد لله شويه تعتقت الامور الله يجازيهم بخير داروا المجهود ديالهم داروا ماشي زعما الانسان الحمد لله والشكر هذا المغرب الحمد لله والشكر اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ما نكذبوش على راسنا راه كل واحد قايم بالخدمه ديالو كل واحد انا الحمد لله ملي كيجيبوا شي صباط الماء العسكر وهادشي انا كان سميتو كان نعمل الواجب ديالي والاخر ما كان حتى دابا خصك تبقى بهذا الحماس ديالك راه مازال الخير في الدنيا لا لا الحمد لله ما قاطعينش الرزق ولا من حد الانسان عايش في الدنيا هو رزقه تابعه والمسائل ويطلب بنادم غير الصحه ما تجيش غير في الصحه فنتمناو شي محسنين متابع قناه شوف تي في يعاونوا هذا السيد يعاود تجديد هذا المحل التجاري ديالو متابع القناه نتمناو شي محسنين يعاود تجديد هذا المحل التجاري ديالو
تبع القناه، فالخير في المساعده. انتم رقم هاتف لهذا السيد راه اسفل العنوان، هانتم تشوفوا العافيه ما خلات حتى شي حاجه متابعي قناه شوف تي في. الله يودي عمي ما خلات حتى شي حاجه، اسكافي فقط متابعي القناه شوف تي في. هذه هي الخدمه ديالي، ما عندي لا مدخل لا اكل لا تقاعد لا انتري. هذه هي الخدمه ديالي، يعني بحال اللي طالب معاش. هذه هي الخدمه اللي طول حياتي. هذه كبرتي بها الوليدات، كبرت بها الاولاد، قريت بها الاولاد، وراه مازال كل واحد ما كيعاونني حتى شي واحد فيهم، كل واحد مازال على مازال كيتقاتل. وانا دابا عندي 60 سنه مازال كنتقاتل الحمد لله، هادو البركه ديال الله. ما غيكون الخير بركه الله والمحسنين والحمد لله، والمغرب ديالنا هو هذا الحمد لله، نحمده ونشكره ماشي بنادم. اللهم لك الحمد والشكر، كل واحد عايش باش مكتب الله والبركه ديال الله، ماشي يقول بنادم هادي راه البركه ديال الله الجامع، الجامع باش راه عايش بنادم. غيكون الخير ان شاء الله. ففاري نداء متابعي قناه شوف تي في للجمعيات يجي يعاونوا هذا السيد هذا ويقدوا له المحل التجاري ديالو، ونداء للمحسنين يعاونوا بشي بركه ديال الفلوس راك محتاجها. هذا منفعه للناس وليا، ماشي راه هذا المحل ديالي وديال الناس، انا كندير فيه واحد الحاجه ديال الخير. حاجه ديال الخير اسكافي راه زعما ماشي ضروري الاسكافي، ماشي كنشكر راسي ضروري. كنتمنى حتى الدراري اللي سميتو يتعلموا واحد الحاجه ديال المهنه، واحد الحاجه اللي سميتو راه محتاجين، محتاجين ما خصش اي صنعه خصها ما تموتش، النجاره الميكانيك هذه اي حاجه الاسكافي. واش دابا الانسان يتقطع له صباط اش غادي يصيبو، راه ما يمشي يشري واحد اخر؟ راه ما يمكنش، راه كل حاجه شويه هاك وشويه هاك. كما الانسان خصو واحد المهنه يعزها ويحترم بها الناس والناس يحترموه وكتمشي الحمد لله. فهمتوما كتشوفوا اصدقاء قناه شوف تي في، التماس كهربائي ما خلا والو في هذا المحل، متابعي قناه شوف تي في التماس كهربائي ضيع كل شيء. نتمناو ذوي القلوب الرحيمه ان تعاون هذا السيد اللي هو ذو سمعه طيبه باقليم تازه. متابعي قناه ذو سمعه طيبه واعيدوها، عمرنا ما سمعنا منه العيب، عمر شي واحد ما سمع منه العيب. متابعي قناه شوف تي في نتمناو انكم تعاونوا، رقم الهاتف اسفل العنوان، العواشر وخامس ايام رمضان. نتمناو اننا نكونوا فال الخير على هذا السيد، ونتمناو ان الزياره ديالي الثانيه ترجع عنده ونسمع بانه عاوننا. متابعي قناه شوف تي في هانتوما كتشوفوا العافيه ما خلات حتى حاجه في هذه المكانه، متابعي ما خلات حتى حاجه في هذه المكانه. متابعي قناه العافيه تهلات في هذه المكانه، اقولها تهلات فيها اختي. شكرا كيطلبوا الناس للرقم الهاتف راه اسفل العنوان. متابعي قناه شوف تي في انسان يستحق المساعده. متابعي القناه خليك معك المكان، اشكر المغاربه يا عمو، اشكر المغاربه كاملين كنشكرهم كلهم والحمد لله. كيجيو عندي هنا الناس اللي صوبوا عندي الصباب وسميتو كيحترموني كيساعدوني اي حاجه. نتمناو ذوك الناس اللي مشات لهم السلعه والناس اللي مشات لهم السلعه كيعرفوا اللي كان، والله يجازيهم بخير، وربي هو اللي كيخلف كل شيء. ربي هو اللي كيخلف كل شيء، هما مشى صباط ولا جا صباط راه الصحه هي كل شيء. واللي يطلب يطلب غير الصحه والسلامه في هذه الدنيا، ما شي حاجه. واللي دار شي حاجه كيديرها لله، ماشي كيديرها لسميتو باش يخبى عند ربي. وربي هو اللي كيكافي، وربي هو اللي كيعاون، وربي هو اللي كيرزق الصحيحه، وربي كيرزق كل شيء. هذا الانسان نحن في هذه الدنيا غير باش نتعاونوا، غير باش نتعاونوا. كل واحد قال لي يرحم ما في الارض يرحمك ما في السماء. ماشي انسان يقول لك اودي هذاك خليه يدبر راسه ولا لا، كل راه شي محتاج لشي، راه ما يقولش شي واحد انا هذاك يخلي هذا، راك محتاج لهذا وهو محتاج لك، وهي هكا الدنيا كتمشي والدنيا هي باش الانسان باش الانسان كيبقى عايش مرتاح شي شويه. هذاك معصب والاخر معصب والاخر معصب، راه ماشي هي الحياه. خصك تعاون معاه الانسان، خصو شي يعاون معاه شي وشي يصبر معاه شي اي حاجه باي حاجه. الانسان ماشي يقول اودي راني غير، راه ما يمكنش بنادم يعيش في الدنيا غير بوحديته، ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش كاع. ولا الدنيا كيخصها كل واحد شي كينوش شي بالخير بالهضره زوينه بهادي بهادي بكل شيء. الانسان راه عرفتي العيش غادي يكون الخير ان شاء الله، ونتمنى ونتمنى غادي يكون الخير. نتمنى المحسنين والله يجازيهم بخير، والله يعوض لاي واحد واللي مريض الله يشافيه، واللي ما عنده شيء الله يسهل عليه، واللي عنده شيء والله يشافيه له. كل واحد كنتمنى راه كل واحد اشنو عنده، راه ما يقولش الانسان راه مرتاح في هذه الدنيا، كل واحد اشنو عنده في الاخر في هذه الدنيا، كل واحد راه لا اله الا الله. فمتابعي قناه شوف تي في سمعتوا الرساله ديال هذا الشريف هذا من خيره خلق الله باقليم تازه، يحتاج المساعده وحتى الجمعيات اجيو قدوا لهذا السيد المحل. هذا هو الدور العمل الجمعوي الحقيقي بالمملكه المغربيه باقليم تازه. المحسنين انسان يستحق المساعده، دير كريدي. المراه مسكينه حتى هي كتقاتل مع واحد دارس، الوليدات اربعه الوليدات، المحل تحرق، العواشر، رمضان، كورونا، يعني 10 ديال الضربات
نفكوا عليه غير ضربه واحده ما غادي يكون غير خير ان شاء الله. من قلبي اقليمي ممتاز متابعي قناه شوف تيفي، حضيو العدادات ديالكم كهربائيه وحضيو راسكم مع التماس كهربائي. ها هي النتيجه، بعد ما كنتي خدام على راسك ها انت وليتي دابا زيرو درهم. ايوا اش غادي دير معايا غير بسبب هاد المصيبه هاد الضو و راه خدام مناش مناش راه خدام بنادم على الحديد هاد الضو راه خدام ضربت هاد الضو مناش جات سيركوي سيركوي هذاك سيركوي سيركوي. متابعي قناة شوف تيفي نشكركم على التواصل ديالكم معنا. يمكن شي محسن يا ربي شوف شوف عمي شوف طفى التليفون ويلي ما مشارجيش لا مشارجني لا واش هو اللي قطع ولا طفى التليفون نشوف واو. فمتابعي قناة شوف تيفي الله يعطيكم الستر ها انتم فرحتونا بواحد لابين. نتمنوا المحسنين انهم يتواصلوا. انا ملي كيصوني شي محسن وكنلقى كنضرب راسي كنتقلق لا لا غيكون خير ان شاء الله. محسن رمضان هذا والله يسهل على الجميع وكل واحد كنتمنى هذا رمضان الله يدوزوا عليه بخير وعلى خير. سهله راك سهله راه ما عندكش شي حاجه بزاف واحد 15000 درهم ولا 20000 درهم ولا 30000 درهم راه تعيش كل هيئات والله اللي كتب الله يعني ما عندكش شي مشكل كبير. ما كنطلبوش شي حاجه اللي سميتو كنطلبو غير معاونه غير باش الله يجازيك بخير الله يوفقك والله يجعل عواشر مبروكه والله يدوز على المسلمين كل شيء رمضان بخير وعلى خير وبنادم شي يصبر مع شي وشي وكل واحد بخير في المساعده شي يقول اودي راه يا سميتو بنادم يبقى غير كيدابز وهذا راه كل شيء رمضان فيه الاجر وكل شيء انسان كل واحد يصبر لا في السويقه لا في الديور لا باي حاجه فهمتي باي حاجه بنادم خصو يصبر ويعمل الخير ويعمل سميتو.